السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الصف الثالث الابتدائي مجمع مدارس جيل المستقبل الأهلية برامية. اليوم الدرس بتاعنا تفسير التمثيل بالرموز. تفسير التمثيل بالرموز يعني ازاي نمثل بالرموز، يعني نرسم الهيئة الإحصائية بتاعتنا بس عن طريق الرموز. خلي بالك معايا، هنا المفتاح بتاع الرسمة اللي تحت في الجدول ده اسمه مفتاح الرسمة. يعني ايه مفتاح الرسمة؟ احسن، يعني هو اللي بيدلنا الرمز ده معناه ايه. بص هنا الرمز معناه مهرجانين، يعني ما نعدش الرمز ده على اساس انه مهرجان واحد، لا، الرمز ده عبارة عن مهرجانين. يلا كده، يبقى سعيد حضر كم مهرجان؟ لا، احنا بنقول الرمز عبارة عن مهرجانين. احسنت، يبقى اربعة، لان اتنين في اتنين باربعة، يبقى سعيد حضر اربع مهرجانات عشان دول رمزين، كل رمز باتنين، اتنين ضرب اتنين سو كم؟ اربعة. احسنت. طيب محمود حضر كم مهرجان؟ واحد اتنين تلاتة اربعة، ضرب اتنين. احسنت، يبقى تمانية، يبقى حضر تمن مهرجانات، اتنين اربعة ستة تمانية. خليل حضر كم مهرجان؟ يلا نعد كده، واحد اتنين تلاتة، نقول تلاتة؟ لا، احسنت، عشان الرمز بمهرجانين، يبقى تلاتة ضرب اتنين يبقى ست مهرجانات. طيب جاسم حضر كم مهرجان؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، ستة ضرب كم؟ احسنت، ستة ضرب اتنين عشان الرمز بمهرجانين، يبقى ستة ضرب اتنين باتناشر مهرجان. محمد حضر كم مهرجان؟ اتنين، ها اتنين ضرب اتنين اربع مهرجانات، يبقى محمد عدد المهرجانات اللي حضرها مشابه لمين؟ لسعيد. طب مين اكتر واحد حضر مهرجانات؟ ها من الرسمة، جاسم، لان جاسم حضر 12 مهرجان، يبقى هو اكتر واحد حضر مهرجانات. طيب خليك معايا في المثال التاني. المثال، يلا، في كل اسبوع ترسل المدرسة 55 كيلو جرام من الورق، 55 كيلو جرام من الورق و30 كيلو جرام من العلب و25 كيلو جرام من البلاستيك لإعادة تدويرها، ومثل هذه البيانات بالرموز ثم اكتب جملة تفسيرها. خلي بالك، الرمز كل مكعب 10 كيلو جرام، كل مكعب من المكعبات 10 كيلو جرام. احنا قلنا تفسير بالرموز، يبقى المكعب الواحد كم كيلو جرام؟ 10. هنا كم مكعب ورق؟ 1 2 3 4 5 5 وايه؟ ونص. يبقى ندي كل واحد 10 كده، 10 20 30 40 50، ونص ال 10 كام؟ ايوه 5. احسنت، يبقى كام؟ 10 20 30 40 50 و5، يبقى 55 كيلو جرام من الورق. طيب هنا العلب المعدنية كام؟ واحد اتنين تلاتة، نقول تلاتة كيلو جرام؟ غلط، احسنت، نقول تلاتين، لان عشرة وعشرة وعشرة، يبقى تلاتين كيلو جرام من العلب المعدنية. البلاستيك كام؟ عشرة عشرين، خمسة وعشرين كيلو جرام من البلاستيك. طيب بيقول، خلي بالك من السؤال، بيقول ايه؟ انهي اكتر كمية عندنا من الموضوع ده، من الورق ولا علب المعدنية ولا البلاستيك؟ الورق اكبر، لان الورق 55 كيلو جرام من الورق، لكن العلب المعدنية كام؟ 30 كيلو جرام علب معدنية، و 30 كيلو جرام بلاستيك. طيب اي البقالات هي اكثر بيعا للحليب؟ هنا كام؟ البقالة دي بتبيع كام؟ كل رمز بثلاث لترات، يبقى دي ثلاثة، البقالة دي تلاتة وتلاتة ستة وتلاتة تسعة وتلاتة اتناشر. البقالة دي تلاتة زائد تلاتة زائد تلاتة كم؟ تسعة. البقالة دي تلاتة زائد تلاتة زائد تلاتة زائد تلاتة زائد تلاتة، كم تلاتة؟ خمسة. خمسة ضرب تلاتة 15. احسنت، انهي بقالة هي اللي بتبيع اكتر مبيعا للحليب؟ بقالة الامانة، لانها تبيع 15 لتر، يبقى الامانة.
اي البقالات كان باعت 6 لترات من الحليب اكتر مما باعته بقالة الابتسامة. ها الابتسامة كام؟ 9. هنطرح منها 6 يبقى كام؟ 9. ناخد منها 6، ها 9 ناخد منها 6 كام؟ 3. احسنت. يبقى بقالة ها الصدق باعت ايه؟ 3 لتر. يبقى بقالة الصدق باعت 3 لترات. خلي بالك اذا كان سعر لتر الحليب 4 ريال، سعر لتر الحليب 4 ريال، فكم ريال ثمن الحليب الذي باعته بقالة الثقة؟ سعر اللتر 4 ريال، وبقالة الثقة باعت كام لتر؟ احنا قلنا كام؟ 12 لتر. يبقى نعمل ايه؟ نضرب 12 ضرب 4. 12 ضرب 4، ايه ال 12 دي؟ ها ايه ال 12؟ دي عدد اللترات اللي باعتهم. الأربعة 4 ريال، 12 ضرب 4 48 ها ريال، 48 ريال. كده فهمنا الدرس بتاع التفسير التمثيل بالرموز. واي استفسار احنا معاكم على منصة مجمع مدارس جيل المستقبل الأهلية برامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.